عنوان خبر وتحليل اليوم في مونتي كارلو الدولية حول الستة أشهر الأولى لإيمانويل ماكرون. مختلف كاتبي أو معظم كاتبي افتتاحيات الصحف الفرنسية والإعلام الفرنسي تطرقوا لهذه الظاهرة وحاولوا أن يرصدوا حصيلة هذه الستة أشهر لإيمانويل ماكرون، حاولوا أن ينظروا إليها بالتحليل، هل نجح إيمانويل ماكرون في إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية أم فشل، هل لتدني شعبية إيمانويل ماكرون في استطلاعات الرأي علاقة بهذه الحصيلة أم لا. هناك انطباع واضح لحد الساعة بأن إيمانويل ماكرون نجح في مهمته حتى الساعة، فهو استطاع أن يمرر عدة قوانين هيكلية وإصلاحات جوهرية بدون أن يكون هناك غضب اجتماعي عارم ينزل إلى الشارع الفرنسي ويرغمه على التراجع على هذه الإصلاحات. ويقول هؤلاء المحللون أن السبب الأساسي في هذا النجاح النسبي لإيمانويل ماكرون وهو أنه واجه معارضة ضعيفة نسبيا على المستوى النقابي والسياسي. على المستوى النقابي لم يكن هناك أي إجماع للنقابات لكي ترفع شعارا واحدا في الشارع السياسي الفرنسي وتنزل إلى الشارع للاحتجاجات، لم يكن هناك يعني تضامن النقابات. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إيمانويل ماكرون واجه وضعية سياسية وحزبية تناسبه، فمعظم الأحزاب التقليدية كحزب الجمهوريون، حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبين، الحزب الاشتراكي، حتى جبهة اليسار تعاني من إشكالية وجود قيادات ذات مصداقية ومشروع سياسي. إذن الرجل مر وقضى في قصر الإليزي ستة أشهر، اقترح على الفرنسيين عدة إصلاحات ولم تكن هناك تواجهه في الشارع أو في المشهد السياسي معارضة ترغمه على التراجع، بل كل المؤشرات تقول بأنه في الطريق الصحيح وأنه عليه أن يواصل هذه الإصلاحات، لكن على الفرنسيين أن ينتظروا 18 شهرا لمعرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية قد أثت ثمارها، ومن ثم سيركزون تقييمهم وسيظهرون رأيهم في إيمانويل ماكرون، هل هو رئيس ناجح أم رئيس فاشل؟